السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا منى من قناه خص النص معموره. بس انا قلت لكم ان انا هخلص تمرين وهاجي مطعم اتغدى واوريكم تختاروا ايه وتاكلوا ايه. طبعا انا انتوا شايفين السمكه دي مشويه، انا اخترت سمكه سنجاري مشويه وقدامي مقلي وجمبري مقلي وكده. فانتوا مش دعوه بالحاجات دي، انت اطلبي في حاجات لما تروحي المطعم، اطلبي يا مشوي يا مسلوق يا كده، مش عيب يعني. انا طلبت مشوي وقدامي ماما واخواتي طالبين مقلي، فانا ماليش دعوه بيهم. طالما انا عامله دايت يبقى انا ماليش دعوه بيهم. هي دي فكره ان انت لما تكوني بره ما تكسفيش ان انت تطلبي، قدامك رز خدي 4 معالق ممكن عادي، مش هتفرق يعني. بس فهو ده الفيديو اللي انا حبيت اوريه اعمله النهارده. وانت بره البيت او في المطعم ممكن تعملي ايه؟ يلا هروح اكون انا بقى. يلا باي باي.